الزاهد صاحب الحنجرة الصافية والصوت النقي العذب ورائد مدرسة الأداء الباكي الخاشع. العادي والمتعارف عليه إن أي مقرئ للقرآن الكريم بنلاقي عنده يوم محدد في مشواره راح فيه للإذاعة المصرية عشان يقدم نفسه، واللجنة تسمع إليه وتقيم أداؤه، وبالتالي يتم اعتماده كمقرئ رسمي. لكن الجديد والمتفرد عند قارئنا النهاردة الشيخ محمد صديق المنشاوي إنه ما راحش للإذاعة، لأ دي الإذاعة هي اللي راحت له. حصلت إزاي الحكاية دي؟ تعالوا نعرف من الأول. الشيخ محمد صديق المنشاوي من مواليد سنة 1920 محافظة سوهاج. الأسرة المنشاوية كلها من الجد للأب للعم للأبناء من حافظي وقارئي القرآن الكريم. الأب صديق المنشاوي علم ولاده فن قراءة القرآن، فنلاقي إن الابن محمد صديق المنشاوي بيتم حفظ القرآن وهو عمره 8 سنين، ويطور العلم والأسلوب اللي تعلمهم عشان يبقى علم من أعلام دولة التلاوة في مصر. الأب صديق المنشاوي كان عنده موقف رافض لفكرة دخول الإذاعة، ويبدو إن الابن أخذ عنه الموقف ده وأصر عليه، وخصوصاً إنه ما كانش بيحب الأضواء ولا الشهرة. وده بنكتشفه لما صديق للشيخ محمد بيقوله إنه كلم الأستاذ أمين حماد مدير الإذاعة عنه وعن جماله وروعة صوته. فالأستاذ حماد قال له خلاص لما يجي مصر خليه يجي ويتقدم لاختبار اللجنة. لكن الشيخ محمد صديق المنشاوي بيرفض طلب صديقه، وبيتحجج بأنه ما بيحبش يسافر في شهر رمضان. فيعدوا كام يوم والأستاذ أمير حماد يسأل الشخص الوسيط هو فين الشيخ اللي كلمتني عنه، فيبلغه حكاية أن الشيخ محمد ما بيحبش يسافر في شهر رمضان. فنبص نلاقي أن أمير حماد شخصي بيسأل فين المكان اللي فيه الشيخ محمد، ويعرف أنه في إسنة بيقيم ليالي رمضان هناك. بيقرر أنه يبعت فريق إذاعي كامل بمهندسين وفنيين للمكان اللي فيه الشيخ محمد عشان يسجل القراءات والتلاوات بتاعته هناك، ويتم اعتماده كمقرئ رسمي من غير ما يروح الإذاعة. وكأن الموقف ده بيورينا وبيأكد لنا أن الرزق اللي مكتوب لك هيجي لك مهما كان الأمر. نفس الحكاية بتتكرر تاني في مسيرة الشيخ محمد صديق المنشاوي. بيحكي أنه كان بنى بيت، وتحت البيت ده كان فيه مساحة كبيرة قرر أنه يستغلها كجراج، لكن حد من صحابه نصحه بأنه بلاش فكرة الجراج دي عشان هيبقى دوشة وإزعاج طول الوقت. فقرر ساعتها الشيخ محمد بأنه يأجره لهيئة أو شركة، وفعلا تعاقد مع هيئة البريد وبنك بورسعيد إنهم يأجروا منه المساحة دي بالنص ما بينهم، واتكتبت العقود وطلبوا منه إنه يكمل توضيب وتجهيز المكان عشان يستلموه، وبدأ في ده فعلا. وبعدين في لحظة كده جاله خاطر وسأل نفسه، هو الإنسان ما يفكرش غير في الدنيا؟ ما فيش حاجة يعملها لآخرته؟ في اللحظة دي قرر إنه يحول المساحة دي كلها لمسجد، وراح لهيئة البريد وبنك بورسعيد وطلب من المسؤولين يساعدوه في فسخ العقود. قالوا له لا يمكن، احنا خلاص رتبنا امورنا ان احنا هناخد المساحة دي من الارض، لكن الرزق اللي كاتبه ربنا هيكون يعني هيكون. تاني يوم المسؤولين يتصلوا بالشيخ محمد ويطلبوا منه عمل جواب صيغته كذا وكذا عشان العقود يتم فسخها، ويكمل الشيخ محمد صديق المنشاوي بنى مسجده ويتسمى باسم والده جامع صديق المنشاوي. سافر الشيخ محمد صديق المنشاوي لدول كتير من أهمها أندونيسيا، وهناك أرى قصاد الرئيس الأندونيسي أحمد سوكارنو، واللي منحه وسام الدولة من الطبقة الأولى تكريماً وإعجاباً لجمال صوته. وبعد سنين مش كتير أصيب الشيخ المنشاوي بدوالي في المريء قبل وفاته بكذا سنة، وقدروا الدكاترة يوقفوا المرض ده بالمسكنات، لكن نصحوه وقتها بالراحة وأنه يمتنع عن التلاوة عشان راحة الحنجرة، لكنه أصر عليها لحد يوم وفاته سنة 1969. لكن بيفضل صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي جوانا من الأصوات اللي ليها بصمة خاصة واللي بتجسد لنا حالة ملهمة جدا من حالات التجلي.